النهارده في بيان الحكومه عن طبعا المنطقه والاقليم والتحديات وتاثيرها على مصر، اتكلم على طبعا الرسائل الخاصه ب الكهرباء. رئيس الوزراء كمان ادانا النهارده رساله طمانه للشعب المصري انه الحكومه بتشتغل على الوقف التام لقطع الكهرباء خلال الست شهور من العام الاول، يعني هو بيتكلم من النهارده حتى نهايه العام مش هيبقى في قطع كهرباء نهائيا خلال الست شهور، يعني دي الخطه بتاعت الحكومه اللي اتكلم عنها رئيس الوزراء. رئيس الوزراء كمان وعدنا قبل كده على ان احنا دلوقتي قدامنا اسبوعين خلاص، اللي هو اعتبارا من الاسبوع الثالث من هذا الشهر يتم وقف قطع الكهرباء، وعدنا من اسبوع. ادينا مره عدينا الاسبوع الاولاني، نستنى الاسبوع اللي جاي وقدامنا اسبوعين من الان وقف الكهرباء، قطع الكهرباء حتى نهايه شهر سبتمبر، ثم نعود بعد ذلك الى الخطه اللي رئيس الوزراء اتكلم عليها واللي شرح النهارده. طبعا هو ما شرحش تفاصيل ولكن قال عناوين النهارده، لكن قال ده تحدي قدامنا وقدام الحكومه، وقال ان انا يعني اعاهد البرلمان واعاهد الشعب على انه علينا التزام وقف قطع الكهرباء نهائيا خلال النصف الاول او الست شهور الاولى من السنه الاولى من برنامج الحكومه لمدته 3 سنوات. يبقى احنا هنا لاول مره، خلي بال حضراتكم النهارده قدامنا لاول مره حكومه تاتي تتحدث عن برنامج لمده زمنيه محدده، ده ما كانش قبل كده. يعني رئيس الوزراء النهارده بيقول لنا البرنامج اللي انا بعرضه على البرلمان والضيوف الكرام النواب النهارده هيكونوا معانا الستة ان شاء الله، بنعرض هذا البرنامج على البرلمان وعلى الشعب ان احنا بنتكلم على برنامج لمده 3 سنوات، في ال3 سنوات دول كل وزير مسؤول يعمل ده. لو انا بتكلم النهارده الفريق كامل وزير بيتكلم على الصناعه ولا التصنيع، وشغال في موضوع الصناعه والعربيات والتصنيع وحل ازمات الصناعه وتوطين الصناعه، ادي ملف مهم، خلي بالكم ده ملف لو حليناه هيبقى فيه نقله كبيره قوي للبلد، نقله فيما يتعلق بتصنيع محلي. فريق كامل وزير النهارده قال كفايه بقى تجميع، النهارده عمل اجتماع مع رجال صناعه السيارات النهارده، قال عايزين نتحول من تجميع الى تصنيع العربيات، تصنيع السيارات، وان احنا ندي مزايا كبيره جدا. هتكلم على الملف ده بعد شويه، ولكن ده ملف رئيسي الدوله شغاله عليه والفريق كامل وزير شغال عليه من اول ما جه على مدار الايام اللي فاتت، وشغال ومستمر اجتماعات. عندنا ملف تاني